السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. معكم أخوكم مصطفى. إزايكم؟ وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة فيديو مزاد زغليل زاجل للبيع في دمياط. طبعا حضراتكم كلكم عارفين شروط المزاد اللي هنقولها برضو نكررها تاني، اللي ما حضرش معانا المزادات اللي قبل كده هيبقى عارف. لكن قبل ما نبدأ المزاد عايزك تعمل لايك للفيديو علشان يوصل لمعظم الناس او يوصل لعدد اكبر من المشاهدين، ولو انت مش مشترك اشترك في القناة علشان بعد كده يوصلك كل المزادات اللي هنعملها. طيب احنا هنقسم الحمام اللي معانا ده او الزغليل اللي معانا دي على مجموعات على حسب السن او على حسب اللون او على حسب ما هنشوف هما يبقوا كام مجموعة. لكن في معلومة مهمة جدا، ان انا محصن الحمام ده لازم تكون عارف ان الزغليل دي محصنة ضد مرض الروشة اللي هو منتشر الايام دي. لكن هو التحصين يا جماعة مدة فعاليته من 3 إلى 6 شهور. انا لسه محصن من 2 3 كده، مش من زمان. طبعا هو حضراتكم عارفين التحصين اللي هو بيتفك بيتحل تحت المية، تحصين جماعي. فطبعا الازازة بتكفي من فرد واحد لغاية 1000 فرد. فطبعا كل الحمام اخد بما فيه الزغليل بولاده، فاللي هياخد الحمام ده او من الزغليل دي هتكون محصنة ضد مرض الروشة. هنقسم الحمام ده على مجموعات، لكن هنقول نعيد برضو شروط المزاد. شرط المزاد يا جماعة الاستلام في دمياط، ده شرط اساسي. بداية سعر المزاد للجوز 50 جنيه، اللي هيزود من بعد 50 جنيه زي ما انت عايز. تقول لي المجموعة 1 او المجموعة 2 او المجموعة 3 على حسب المجموعة اللي انت عايزها، وتحدد سعر زايد عن التعليق اللي سبقك. بكده نقسم الحمام على مجموعات ونتوكل على الله. نبدأ نشوف المجموعات. نبدأ بسم الله. المجموعة الأولى 3 جواز، 3 أصوص زغليل زاجل. ده العمر الأصغر يا جماعة اللي محتاج إن هو يعود الزغليل على المكان. ده أصغر عمر فيهم، دي الزغليل اللي لسه أصغر حاجة فيهم. نشوف كده مع بعض كويس. دي المجموعة الأولى 3 جواز، فيهم أسود، جوز أسود وجوز بديري وجوز إزازي، تمام. لكن احنا قسمناهم على حسب السن، دول أصغر حاجة بالنسبة للزغليل، لكن بعد كده هتلاقي أعمار أكبر. بسم الله ما شاء الله. زي ما قلنا خليك فاكر ان الزغاليل محصنين ضد مرض الروشة، تمام. دي المجموعة الاولى. ندخل على المجموعة التانية. المجموعة التانية 3 أصوص او 3 جواز زغاليل زاجل اسود زي ما حضراتكم شايفين. المجموعة دي كلها تقريبا فك ريش، في فاكك ريشة واتنين ويمكن في فاكك 3 كمان. شوفهم كده كويس. بسم الله ما شاء الله. هنفكركم برضو التسليم في دمياط وبداية سعر الجوز 50 جنيه لكل المجموعات. سعر الجوز بداية سعره 50 جنيه. لازم المجموعة الأولى يقول، المجموعة التانية يقول، أو المجموعة التالتة. احنا قسمناهم على 3 مجموعات بس، واللي عايز كل المجموعات برضو مفيش مشكلة يعني، لكن يستحسن التسليم في دمياط علشان تعاين وتشوف حاجتك وانت بتستلم، تمام. وكتابة السعر تزود عن 50 جنيه زي ما انت عاوز، عايز تزود 5 تزود 10 زي ما انت شايف. اكتب في التعليقات، بس اقرا التعليقات اول علشان تزود عن السعر اللي قبلك. كده المجموعة التانية. نشوف بقى المجموعة التالتة.
المجموعة التالتة 3 زغاليل بديري كلهم فكين ريش يا جماعة. طايرين كل الحمام يا جماعة، نقفل الحمام طاير في المكان، مفيش حمام شاف الجو خالص زي ما حضراتكم شايفين. انا مقفل بسلك، شبابيك مقفلها بسلك اهو اللي فوق الباب ده، الشباك ده والشباك ده، فانا مقفل بسلك. الحمام بتاعي ما بيخرجش بره، حمام في الاوضه دي ما بيشوفش الجو بره، تمام؟ يعني مفيش حمام طار عندي بره. زي ما قلنا برضو بدايه سعر الجوز 50 جنيه في المجموعه الثالثه. بفكركم مره تانيه ان الحمام كله محصن ضد مرض الروشه. الروشه احنا محصنينها من حوالي 3 ايام. الروشه حضراتكم عارفين ان الحمام بتاع الناس كله كان عدمان في الفتره اللي فاتت دي، فكان في حمام كتير بنشوف على جروبات الفيسبوك كلهم بيشتكوا من مرض الروشه، وفيه اللي داخل على روشه. الحمد لله احنا حصلنا وهنستمر ان شاء الله على التحصين، لكن مش معنى اللي بيحصن من مرض الروشه تحصين الروشه ده اللي هو الفيروسي، لا، في سبب تاني للروشه اللي هو البكتيري اللي هو نتيجه مرض السالمونيلا، وده مقدور عليه بعلاج اللي هو علاج السالمونيلا او بعض الفيتامينات. طيب هنشوف كده عينه من الاهالي. بكده يكون خلصنا مزاد النهاردة. اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة واستنى مزادات تانية ان شاء الله تكون احسن من كده وتكون كميات اكتر من كده. شكرا لكم والى اللقاء.